السلام عليكم ورحمة الله. موضوع فيديو اليوم أو جهاز فيديو اليوم فهو مختلف. هذا عبارة عن مقود خاص بالألعاب، خاص بأجهزة البلاي ستيشن، وأيضا صالح حتى للحواسيب. هذا الجهاز هذا متوقف، لا يتحرك. هذه ماركاته، أعتقد هنا الموديل T150. هذا يشتغل بالكهرباء وأيضا بالUSB. إذا كما قلت لكم فهذا الجهاز لا يتحرك، أو هذا المقود لا يتحرك، والسبب سأريكم. السبب يوجد هنا قصر في كابل USB في هذا المنفذ، هذا USB. لاحظوا عندما أفحص هنا طبيعة الحال الأرضي والبينات الداخلية، هذا على اليمين يعطي جرس، وعلى اليسار يعطي جرس أيضا. إذا كما هو معلوم فإن USB فهي منفذ USB يشتغل يعني بخمسة فولت، يوجد هنا خمسة فولت. إذا مكان خمسة فولت به قصر، ولهذا الجهاز عندما أوصله مع الحاسوب أو مع كونسول الألعاب يعني لا يشتغل. الآن سأقوم بفتحه ونكتشف، تابع. إذا هذا هو شكل الجهاز من الداخل، هذه اللوحة الأم خاصة. يوجد هنا محرك، وهنا محول. هذا المحول هذا خاص بتحريك هذا المحول هذا. يوجد هنا دائرة للتحكم في هذا المحرك، وهذا هو مصدر التغذية لذلك المحرك. هذا المحول يخرج 24 فولت. هذا هو السوكيت الخاص بالتغذية، يركب هنا. لاحظوا يوجد به 4 أسلاك، 2 خاصين ب 24 فولت، والاثنان الاخرين خاصين بدائره موجوده بالداخل. هذه الدائره عباره عن سويتش اون اوف، يعني اللوحه الام او الكنترول يعطي اشاره لهذه الدائره سويتش اون اوف في الداخل، ويمر التيار الكهربائي للمحول. اذا هذا اللوحة الأم بها قصر على مستوى منفذ USB. لاحظوا عندما أقوم بالفحص هذا الأرضي، هذا عبارة عن أرضي، وهنا مكان 5 فولت. لاحظوا يوجد قصر صريح، رأيتم؟ ولو فحصنا في هذا المكتف هنا سوف نجد قصر. إذا خط 5 فولت به قصر. إذا كنترول هذا اللوحة أو هذا الميكرو كنترولر هذا مصدر تغذيته هو 5 فولت، وخمسة فولت معمول لها يعني بلوك بها قصر. إذا هذا الآي سي، هذا الكنترول لا تمر له تغذية، وهو المتحكم الرئيسي في هذا الجهاز هذا، بحيث يعطي أمر للسويتش اون اوف، يشتغل هذا المحول، يعطي يعني مجموعة اوامر او يتحكم في كل شيء في هذه اللوحة هذه، حتى هذا المحرك يتحكم فيه هذا المايكرو كنترولر هذا، ومصدر تغذيته هو 5 فولت. اذا لا تمر له تغذية او ليست عليه تغذية، فبالتالي الجهاز لن يشتغل، وحتى الحاسوب لن يتعرف على الجهاز عندما نوصل USB مع الحاسوب، وأيضا مع الكونسول بلاي ستيشن يعني لن يتعرف عليه، مفهوم؟ الآن ما سأقوم به هو معرفة المكون المسبب لهذا القصر هذا، فتابعوا. إذا لتحديد القصر سأستعمل هذا الباور سبلاي التي تظهر أسفل المالتيمتر، ضبطتها على 3 فولت بتيار 1.5 أمبير. إذا نوصل أرضي الباور سبلاي، هذا هو
مع الأرضي، سأوصله هنا. هنا الشكل. إذن سأستعمل قليل من الفلاكس. سأبدأ بهذه المكتفات، هادو ربما يكونون هما سبب القصر. هذا الفلاكس هنا. إذن سوف أحقل الآن الجهد. بسم الله، لاحظوا يوجد هنا حرارة، ولكن منبعثة من هنا أعتقد، ليست من المكتفات. رأيتم؟ مع هذا المكون الذي يسخن، أحاول أن ألقي بنظرة عليه من هذه الزاوية هذه. أعتقد هذا ملف، هذا ملف ليس بمكون إلكتروني ولا شيء، هذا عبارة عن ملف يسخن. يسخن لأنه موجود قصر، لأن هذا الملف هذا يوصل 5 فولت، دوره توصيل 5 فولت. إذن يسخن على هذا الشكل، بالتأكيد موجود قصر. سوف أحاول إزالة هذه المكتفات هادو، أنا شكيت فيهم صراحة، نقوم بإزالتهم الآن ونشوف. إذن سأفحص من جديد. ما زال القصر. رأيتم هذا المسار يوصل 5 فولت، جاء أعتقد. عموما سوف أحاول حقن ال 3 فولت هذه، ونتحسس الحرارة. سأتحسس الحرارة، ربما يكون مكون في هذا الاتجاه هذا هنا، جاء في هذه المنطقة هنا أو شيء. أتمنى ألا يكون هذا المايكرو كنترولر هو سبب القصر. إذن أصدقائي تابعوا، أصدقائي لا شيء يسخن سوى هذا الملف هذا، وأعتقد فهو عبارة عن محول صغير لأنه له 4 أطراف. لاحظوا به 4 أطراف ومتصل مع هذا الآي سي هذا. أعتقد هذه عبارة عن باور سبلاي صغيرة هنا. لاحظوا من هذه الزاوية ظاهر النحاس، ملف أو بوبين وشيعة. إذن هذا المحول الصغير هذا أعتقد بأنه متصل مع الأرضي ومتصل مع 5 فولت، خط 5 فولت. لاحظوا هذا البين هذا فهو مع الأرضي، هذا البين هذا مع خط 5 فولت. ربما يكون هذا الملف هذا الداخلي يعني احترق وعمل تماس يعني في الملف في الداخل، وبالتالي تسبب في قصر، احتمال. ما سأقوم به الآن هو إزالة هذا المحول الصغير هذا ونشوف.
إذن بعد إزالة هذا المحول الصغير سأفحص من جديد. لاحظوا لم يعد القصر. لم يعد موجود قصر. لا يعطي قراءة. لاحظوا هذا المحول به أربعة أطراف، أي به ملفان في الداخل. هو العامل قصر، يعني جميع ملفاته متصلة مع بعض. أعتقد احترق الملف الداخلي ولا مسا يعني الملف الآخر، لأنه به ملفان، ملف ابتدائي وملف ثانوي. لاحظوا هنا 5 فولت. هذه لو فحصناها هي متصلة هنا بشكل مباشر. أعتقد هذا الاي سي هو الخاص بالتقطيع، هذا هو الملف الابتدائي أعتقد، وهذا هو الملف الثانوي. المهم غريب هذا، هو ليس بغريب، ولكن مثل هذه الدوائر هذه نحن ليس متعودين عليها يعني في التلفزيونات. عموما اكتشفنا الآن بأن هذا المحول هذا هو سبب القصر في خط 5 فولت. يعني ما العمل الآن؟ يعني هذا المحول غير متوفر، شنو نحرسلو للسيد خالد المعمور يعمل ليه لفة، يعمل ليه لفة بالنحاس. عموما يا أصدقائي هذا هو، لاحظوا هذا الأمر هذا، ربما نوصل 5 فولت، يعني سوف أعمل تجربة ربما، بما أن هذا البين هذا خاص بخمسة فولت متصل هنا. المفروض أن يكون ملف داخلي في الملف هنا، هذا الملف في هذا المحول أن يوصل هذا الخمسة فولت هذه هنا، فهمتم؟ هذا الخمسة فولت يوصلها هنا. هذا هو المسار الذي يغذي الاي سي الكنترول وإلى آخره. إذن سأعمل التجربة، سأعمل سلك من هنا إلى هنا ونشوف. إذن سأفحص. لاحظوا لا يوجد قصر يعطي قراءة في المالتيمتر. جيد، الآن أوصلنا 5 فولت مباشرة. إذن سأقوم بتوصيله بمصدر جهد 5 فولت أو أوصله مع الحاسوب ونشوف ماذا سوف يحدث الآن. إذن كما تلاحظون لقد أوصلت جميع الكوابل أو أوصلت كابل التغذية.
وهذا الخاص باليو اس بي على هذا الشكل. وكما تلاحظون يعني عملنا هنا سلك جامبر، اوصلنا 5 فولت مباشره، ونشوف هل المساله هذه هل الجهاز هذا سيشتغل او سيتحرك. اذا الان ساوصله ب 5 فولت، ولكن قبلها لكي اعرف انا هل الكنترول هل شغال عندما اوصله ب 5 فولت ام لا. لاحظوا هذا هو يعني كابل الكهرباء للجهاز، هذا هو الكهرباء التي تشغل هذا المحول هذا. اذا لو فحصنا بجهاز المالتي متر، لان متصل مع هذا المحول المفروض الان يعطيني قراءة، ولكن لا يعطي قراءة على هذا الشكل، المفروض ان يعطي قراءة لان الان لا يوجد اتصال بين كابل الكهرباء والمحول، لان كما قلت لكم يوجد دائرة سويتش اون اوف ايقاف تشغيل هي التي توصل الكهرباء او توصل كابل الكهرباء مع المحول. الان لا يوجد اتصال، لاحظوا لا يعطي قراءة في المالتيميتر. اذا ساوصل الان اليو اس بي 5 فولت عادي، ونشوف الان اوصلتها مع 5 فولت. نفحص من جديد هذا كابل الكهرباء، لاحظوا يوجد اتصال الان يعطي قراءة، رأيتم؟ نستنتج من هذا بان الكنترول الان لعب وظيفته او داخل لها الان تغذية، واعطى اشارة تشغيل او اشارة الاون للمحول لكي يشتغل. اذا نفحص هنا سوف نجد 5 فولت. اذا هذه هي 5 فولت داخل الى هنا، رأيتم؟ الان ساوصل الكهرباء، ساوصل الان الجهاز بالكهرباء. الان فهو موصول ب 5 فولت مع الحاسوب، ساوصله الان بالكهرباء. قال لي صاحب هذا الجهاز او صاحب هذا المقود، قال لي ان اصلحته عندما توصله بالكهرباء هذا المقود هذا سوف يلف يمين يسار ثم يتوقف. نشوف على المباشر الان بدون فصل او شيء، ساوصل الكهرباء بسم الله. لقد تحرك، رأيتم؟ ولكن لم يتوقف. أسمع مروحة تدور. قال لي شيء آخر، قال لي يجب أن يكون في وضعه الطبيعي لكي يتوقف على ما أعتقد. إذن هذه خطوة حسنة. جيد، الآن ما سأقوم به هو تجميع هذا الجهاز هذا، ونشوف حتى أنه يوجد لمبة حمراء. جيد، أعتقد الأمور جيدة الآن. عموما سأقوم بتجميعه ونشوف، قال لي الوضع الطبيعي يتوقف، يعني يدور يمين يسار ويتوقف، ونشوف، تابعوا. إذا لقد قمت بتجميعه على هذا الشكل، الآن سأوصله بالكهرباء. قال لي الزبون عندما يكون شغال بشكل طبيعي سوف يلف يمين يسار ثم يتوقف. نشوف الآن سأوصله باليو اس بي، الآن فهو موصول ب 220 فولت كهرباء اليو اس بي. الآن توقف جيد، إذا طبيعي الآن شغال يلف يمين يسار ثم يتوقف. الآن سأقوم بإعطائه للزبون ويجربه،
لانني ليست عندي كونسول العاب بلاي ستيشن، حتى الحاسوب عندي ليس يعني به مثبت عليه العاب مثلا سيارات وكذا. حتى هذا الجهاز او هذا المقود هذا يحتاج الى درايفر في الحاسوب ويحتاج الى برنامج، وهذه المسائل ليست عندي لها الوقت. عموما ساعطيه للزبون يجربه ويوافين بالنتيجة، وأوافيكم أنا أيضا بالنتيجة. إذا أصدقائي الانتهاء لهذا الفيديو، أتمنى هذا الفيديو أن يفيدكم ويعجبكم، وإلى الفيديو المقبل، مع السلامة.